السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة أبدع واستمتع. اليوم معايا فكرة جميلة لتخفيف الحمل على مساحة التليفون. زي ما انتوا عارفين انت بتنزل برامج كتيرة، والبرامج دي بتاخد مساحة من على الرام، مش زيها زي الأغاني ولا الأفلام، لا البرنامج بيخش على الرام على طول. فتنزل برامج كتيرة تبص لقيت الرام عندك بقت زحمة والجهاز كله بقى بطيء ومبقاش فيه مساحة كافية تنزل برامج زيادة. الفكرة اللي عندي النهاردة هي جميلة وسهلة جدا، واعتقد ان في حد ناس كتيرة ما خدوش بالهم منها. عندك مثلا زي ما انت شايف دلوقتي مجموعة من البرامج، منها الايباي، منها امازون، منها علي اكسبريس. انا ممكن استغنى عن البرامج ديت بحاجة بسيطة جدا. على سبيل المثال انا اهو اقدر اشيل اي برنامج منهم واوريك هقدر ارجعه تاني بدون اي مساحة تذكر على الجهاز ابدا. على سبيل المثال انا شلت اي باي، اقدر اخش هنا على النت واكتب اي باي واخش على موقع اي باي. تمام، هنا عندنا الجوجل كروم مدينا حاجة وميزة جميلة جدا. لما الموقع يفتح هوريها لكم، اهو الموقع فتح، ادي الاي باي اللي انا كنت بخشه من على البرنامج. هدوس هنا اهوت في القائمة، هفتح القائمة وانزل تحت خالص هلاقي في حاجة اسمها Add to Home Screen. هدوس على Add to Home Screen، ادي الاسم اللي عندي، ممكن اغيره خالص واخليه مثلا eBay بس. تمام، اعمل Select All واكتب eBay و Add. خلاص هنزل الصفحة، هنلاقي عندنا صفحة جديدة خالص هنا eBay. eBay ديت بقت عبارة عن صفحة نازلة عندي على الجهاز على الديسكتوب او السكرين بتاعة الشاشة. اقدر اعمل نفس الشيء مع الامازون، نفس الكلام، اشيل امازون وبرضه اخش هنا واكتب امازون، ونفس الكلام اقدر اخش واعمل امازون هنا اد تو هوم سكرين، اضفت امازون. تمام، واقدر اضيف اي حاجة تاني نفسي فيها، برضو ممكن اعملها على الفيسبوك برضو لان الفيسبوك في الاساس موقع انترنت مش ابليكيشن. واقدر اعملها مع علي اكسبريس نفس الكلام، اقدر اشيل علي اكسبريس خالص واخش هنا واكتب علي اكسبريس، هخش على الويب سايت بتاع علي اكسبريس موجود هنا اهوت، وبعدين هقول له اد تو هوم سكرين. تمام، مجرد ما بيتضاف عندي في الهوم سكرين تمام هيظهر عندي زيه زي اي برنامج. اهو نزل الشورت كات اهو اصبح ده، اقدر طبعا اخش واعمل ساين ان واعمل كل حاجة، وكده وفرت مساحة اكثر من برنامج. يعني على الاقل كل جهاز فيه 3 او 4 برامج اقدر اشيلهم واحط شورت كات، والشورت كات ما بياخدش اي مساحة ابدا على الجهاز. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.